نصف الدنيا لكل الدنيا، عدد هذا الأسبوع لا يفوتك اقتنائه. الرئيس السيسي يفتتح مشروع مستقبل مصر، الدولة مسؤولة عن السيطرة على ارتفاع الأسعار. وفي إطار توجيهات الرئيس، حصر شامل لوضع المرأة في مراكز اتخاذ القرار. دكتورة هالة السعيد، زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 34%. وفي حوار خاص انفردت به مجلة نصف الدنيا، الميزو سوبرانو فرح الديباني، الرئيس ماكرون قال لي: حركت داخلنا مشاعر جميلة، وسأقدم حفلا كاملا لأغنية دليدة في باريس. وفي تحقيق العدد، بعد سحل نوران البلقة وطفلتها على يد طالقة، من يحمي المرأة في قانون الرؤية؟ نهاد بالقمصان، لا توجد آلية تحافظ على الأم في جلسات الرؤية أو تحمي الطفل من الاختطاف. في سابقة هي الأولى من نوعها، 10 وعظات لمجالس الإفتاء في قضايا المرأة بوزارة الأوقاف. وعن حديث الساعة، ينتقل من الحيوانات البرية إلى البشر، جدري القرود كابوس جديد يضرب العالم. ومن أبرز حوارات العدد، لقاء مع الكاتب الصحفي مفيد فوزي، تجربتي مع الألم كشفت لي أن عافيتي راس مالي. وعلى صفحات الأزياء، مهرجان كان السينمائي يحدد بوصلة الموضة العالمية، ياسمين صبري، سلمى بوضيف، دار عماد، المصريات الأكثر أناقة في كان. وعن مهن جديدة تغزو العالم، وفاء وحمدي حقق الشهرة بتصوير حياتهما اليومية، المليونيرات الجدد. وفي حواري الأخير لنصف الدنيا، الفنان سمير صبري: أمي عازفة بيانو وورثتني حب الفن. وعلى صفحات شاشة نصف الدنيا، توزيع جوائز المهرجان القومي للسينما وإصدارات مهمة للمكرمين. وحسين فهمي في مهمة رسمية من أجل مهرجان القاهرة السينمائي. ومن أخبار العلم، روبوت صغير لعلاج أورام المخ. والرب مرض العصر، 350 مليون شخص مصابون به حول العالم. وفي تحقيق العدد، بعد سحبي من الأسواق وإعادة إنتاجه من دون شطة لعدم جودته، باحثة في معهد تكنولوجيا الغذاء النودلز فيه سم قاتل. وبثينة صبحي: وقعت في غرام السوشي وتركت وظيفتي من أجله، اكتشفت من المسلسلات الكورية والكرتون الأسيوي أن الشباب أكثر ارتباطا بالأكل الصيني والشرق آسيوي. ونصيحة لكل امرأة لتتمتعي بقوام رشيق، 9 خطوات تخلصك من الشعور بالجوع. وعلى صفحات دنيا الصحة، احترس، التهاب المفاصل يهدد حياتك اليومية، وطريقة مبتكرة من العلاج المناعي لمكافحة سرطان الكبد. وعلى صفحات الديكور، لمزيد من الثراء والتفرد، اللوحات الفنية تمنح جدران منزلك حياة وجاذبية. وتمتعوا على صفحات المجلة بأشهى الأكلات من نجلاء الشرشابي وألذ الحلويات من غفران كيالي. نصف الدنيا لكل الدنيا. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلام، رئيسة التحرير مروة طوبجي.